هدي التمتع لا يحل ذبحه إلا في يوم العيد أو ثلاثة الأيام التي بعد يوم العيد، أما قبل يوم العيد فلا يجوز ولا يجزي، لا يجزي ذبح الهدي قبل يوم العيد لأنه لم يحل وقته. والعبادات إذا كانت مؤقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل وقتها، كما لو صلى الإنسان قبل دخول الوقت ما يصح، لأن هذه عبادة وقتت بوقت فلا يجوز فعلها قبل الوقت. كذلك الذبح وقت بوقت هو يوم العيد وبقية أيام التشريق، فلا يجوز ذبحها قبل ذلك الوقت. نعم.